السلام عليكم خوتي كديرين، لاباس عليكم؟ صحيح لاباس، امور هانيه. نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا سايك سايك، ومبروك عواشركم ومبروك عيدكم، وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. وتحيه لكم من العالم للعالم. السلام عليكم خوتي خواتاتي كديرين، لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحه جيده، ومبروك عواشركم من العالم حتى للعالم ومن طنجه للقويره، ومبروك عواشركم كاملين لا فراقه فيكم. تعيدوا تعاودوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه وطول العمر والحاجه الزينه، ولي بصحيحته الله يعطيه صحيحته، ولي مريض الله يشافيه. ايوا اليوم راه نهار كبير عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين، وحنا دايرين حقنا من الخيورات تاع العيد كما تعرفوا. انتم راه نوريهم مرحبا وي، هما هما تاع التوريا. انا جيت عجامي لقيت الحاد كاع عجنات، انتم عجنات الشفنج ها هو راني جيت لقيت صير طيب. ها راه بزاف تاع بنات عجنات التوت، عجنات التوت تبارك الله. انتم الشفنج كيما يكون في ديوركم ان شاء الله، وديروه بالوراق غزال هو سمح لي يا صحيح البنات. كيقولوا لنا عطونا المقادير تاع الشفنج، عطونا مقادير تاع الشفنج، حنا عاد كنصايبوه وكنحطوه شي نهار ان شاء الله. شي نهار ان شاء الله ندير معاكم مقادير تاع الشفنج، راه ساهل ماهل. اعطي عاد ليك لوليداتك، حنا معلمينو من عند امي ومن عند جده. امي معلمه لامها وحنا معلمه لينا امي، حنا ما تعلمناها حتى واحد، علمناها من عند امي. امي دروكا مسكينه دارت، واخا راها كبرت وعيات، وصحيح على قد الحال راه ما تخليش بلاش حيتاش ولادها مولفينو. اي مولفين حنا الشفنج نهار العيد. لا حنا في ذاك سكينه اخرى ما تعرفش لي الشفنج، لا ما تعرفش لي سكينه. والله اعلم كنا تعلمت شي حاجه، ولكن كنا تعلمت ياك السكينه تعلمتي الشفنج ولا مازال؟ محمد من عشاق الشفنج، ومحمد خويا بحالنا. العيد هاد العيد عندك، هاد العيد وعندك عيد مولد النبوي، لا ما كانش فيه الشفنج ما كاين والو، ما كاين والو. تحطي هي لا الحم لا شحم، لا حطي لي على الشفنج. لا مع الصباح نوضو نلقاو الشفنج، وكندركو حنا كنوضو مع الفجر بكري ونعجنوه ونخلوه يخمر، ومي تنوض مسكينه تطيبو. الساعه حنا دابا ولينا نعرفو حتى حنا نطيبو، نعرفو نطيبو. علمتو لنا امي قلت لكم، وحنا امي كانت ملي كنا صغار وداك الشيء انا عاقله كانت فطرنا بعدا بالبلبوله وابي بالشعريه ولا المحمصه، ورا نتوما شاركنا معاكم الحليوات اللي درنا. اييه والحمد لله حنا عندنا. لا راه شي ناس لقيتهم تيقولوا باش تفطروا في الاول، هذا الشيء علاش انا قلت لهم بحال هكا نفطروا بالشفنج. وانا قلت لهم لا، كنا ملي كنا صغار كان ديرنا تكون لنا في القصعه شنو هي؟ كنا نديروا الشعريه، الشعريه ولا نجيمات ولا المحمصه بالحليب. اييه حيتاش واحد الناس لقيتهم سيري هضروا بحال هكا، وقلت لهم حنا نديروا. واحده قالت لي لا 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 حنا كنديروها. تما تفطرنا بالشعريه هي الاولى، فطرنا شي حاجه جاريه بالحليب. عاد وجد تبارك الله البقره والده عاد تحط قصريه مسكينه تاع الشفنج الوالده. ايوا حنا تعلمنا من البنات هذا القهوه نديرو حاجه نديرو، ومن بعد ثاني نديرو كسكسو. امي الله هضرت معاها انا وجيهان، راها كاينه عاد سكينه فطرت ومشات عند سكينه ثاني باش يفطروا، وتتسنى خديجه اختي تجي عندها، ولا ما جاتش عندها يمكن ضروري تجي خديجه اختي، ولكن واقيلا عاد تسنى خديجه اختي تجي عندها باش يمشوا عند امي وبا جدي، يمشوا عند جدي. ايوا حنا معاكم اخوتي، شاركنا معاكم تبارك الله سميتو اختي جميله. انتم راه جيت عندها حاطه الصينيه، ها هي فينا هي ماما، ها هي وليدي ابدي لا لا ابدي لا الين زيكت الروستيك. ها انتم ها الطابله، ها هي ها الطابله باقي البراد كاع معها، ها البراد نسات هي جابت تبارك الله. انا ننحط ها هي انا البارح جيهان صوبت هاد كيكه راه باقا في المول ديالها، قلعت لي من هالبارح هذه، وقلت لها كاع اللي تقلعيها قالت لي ماما باش تذوقي ماشي مشكل. عندي صوبت جيهان هذه كيكه على مزيناتها بالشوكولاته وبيت شي حاجه اخرى. عملنا واحد بلاد هذا يكون مشحر ملحقو بريق، هذه واحد التطبيق اخر هذا التطبيق مار. هو حنا نشاركوا معاكم داك الشيء اللي كاين، هذا جميله. لا ما كانش فيه ما كاين والو، لا لا جميله اختي الله يلاه. انا مقيده كنعجنوا ولي مدسراني هي هاد الحويده مدسره، المي ديالو ميال دلكم مدسراني هي ما كنت عجانه. علاش انا نحطها فيه وكان علاش انا مابقيتش نديرو؟ حيت هو صعيب في الجينتو. هاني بدليك وعجينتو صعيبه. اقول الكف حبيبتي الكف الكف الكف، بغيت تعجني 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 الكف الكف بالخط، عطي اليدين بحال هكا، عطي اليدين بحال هكا. ساعه
عندها هاد ديك ما كنت عندي العجانة عجانه الله يخليها ليها ويدا ديك راه داري على بحال عينك ها وينك هي مول الدار هي مول الدار ها انتم دابا جميع غير بطبوط يجي محمر ها يجي غزال يجي محمر وزين الخزال تبارك الله ها يجي غزال الله هذا عجنتو بالسميده لا هذا عجنتو بالسميده بالدقيق وبالسميده اه الدقيق والسميده والخميره والملحه وعجني لا لا عجني 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 ورخفي العجينه شي شويه رخفيها ما قاصحه ما جاريه وديري الزيرو تكون رخيفه مدليك اه تكون رخيفه وتكون مدلوكه مدلوكه تطرطق تطرطق ولا لا وديري الزيت يحمى وديري الزيرو وتحطي حنا ما تنديروش ديك القضيه تاع حتى مقله في مقله لا حنا ما تنديروهاش المقله ني شاد هادشي لا تنديرو اختي كاين اللي تيدير مقله في مقله باش يجي يجي باش يتنفخ قال لك باش يجي من فوق وها انتم اخوتي حنا تنديرو على مقله وحده وها انتم ها شوفوا بنفخ كي من فوق شفتوا ها انتم ها ها مقله وحده ها ها مقله وحده ها انتم نوريكم من الداخل كيفاش من الداخل ها شوف ها انت شتي كيجي مفرتك يجي مفرتك ها هذا طيام مقله وحده مقله وحده ومنفوخه هذا الشيء باش تعلمنا عند الوالده كنديروا على مقله وحده كاين اللي كيديروا جوج مقلات ولكن مزيان مزيان بحال بحال زيد زيد بحال بحال زيد كلشي زيد ومشي حنا كنمسحوا بجياتنا تاع العيد وراني دابا كنت لابسه عاد الحوجات ديالي مش غادي داخل الكوزينه جو نبيع لك الحوجات العيد وجو نحلق الحلقات والريكات راه الناس اللي قالوا لينا خوتي راه وليدات من وليدات وديتهم السبيطار ونقدوا الريكات ونقدوا راه اش غندير راه هذا ما كان راه ملي كيتلاقاو ما يعرفوا كاميرا ما يعرفوا قعدي ما يعرفوا حشمي ما يعرفوا ريحي لا خوتي دينا مع مره وحده دينا مع مره وحده اختي مشات جات معايا جميله اختي ووليداتها مع دم لما نخليهم ومع عبد الرزاق هو كان تما اما الخطرات الاخرين وليت مشي انا وسفيان اما سفيان ولدي راه ما عارفه الا تلاقى مع ولد جميل اختي ياسين راه ما نعاودش لك انا الناس اللي كيقولوا بان يونس خرج من السبيطار باقي مسكين انا يونس ما خرجش من السبيطار راني غادي عدو دابا باقي ما خرجش يعني من السبيطار واني دابا غنفطر عند اختي وعنهز ليه هو حقه وندي ليه هو ما عنديش ليه شفاش الحق اش الملحه وما ياكلوش اصلا الملح ما كان ياكل لا الملحه كان ياكلوا بالعسل كان عزيز عليه بالعسل باقي ما خرجش مسكين وعزيز عليه زعلي مسمن باش شي نهار نعجل ليه مسمن عاد بلا ملح وندهنوا ليه وندي ليه العسل ندهنوا وعزيز عليه بالعسل ما خرجش اخوتي ودعوا معاه بالشفاء وهادشي اللي نقول لكم وراه اللي في السبيطار راه ما غاديش يشدوه هكا هنا في بلجيكا والله ما يشدوك عيطت عليه هاد الصباح لا لا يا مريض ما يجيش يشدو دابا راه جاي سيمانه وزياده راه جاي بجوج سيمانات غادي بجوج سيمانات نهار الحد ان شاء الله هذا اللي جاي يقفل جوج سيمانات دابا راه عيط عليه لقيت ولدو جا عنده ايوا يجي عندو ولدو كتجي عندو مرت ولدو تيجي عندو مرت ولدو ايوا انا اللي ما بقيت مع عمري ما بقيتش عندو شي عندو مره وحده مشات عندو مره وحده ولكن حسن عوانها البنيه صغيره وياسين وانا قلت لها اقعدي والله ولكن تنى مشيت مو نهضر معاه آه. الو يا لا انا ما غاديش نشوف اليوم نمشي نشوف نشوف عبد الرزاق يشد ليا ياسين ونمشي وها انتم معنا خويا حنا معاكم حنا معاكم في الاجواء تعرفوا حنا معاكم حنا انتم تنبارطاجوا معاكم دابا داكشي اللي كنت نطلب نبارطاجوا معاكم كيف جي انا هي جيه تنبارطاجوا معاكم داكشي اللي حنا فيه راه الله يحسن العوان وكلشي زين بنادم يكابر ويصبر راه مضروبه العظم ولكن العيد عيد نديروا لوليدات العيد ونديروا الاجواء العيد وما نخموكمش حتى نتوما خلي داكشي اللي في القلب راه فيك الحمد لله سيري جاي سيري بدي حوايجك سيري بدي حوايجك ها انتم معنا حباب الله خوتي سالم كنقطع في الحلوى خلي وليدي خلي اختك خلي اختك خلي اختك سفيان ولدي يموت على بنت جميله يموت على ياسين ولكن بنت جميله يموت على حيد يدك من فوق سفيان يبغي البنيات الصغار يبغي الولادات الصغار سبحان الله العظيم شكون اللي ما يبغيش والله يا يقول لي يقول لي, يقول لي نمشو عند ساميه نمشو عند ياسين وياسين ثاني يبغي سفيان ولكن راه ملي تلاقاو رحنا ودنينا خصنا نديرو لهم قشن
هانتوما خوتي، هانتوما خوتي، ها الحلوى هاهي هنايا كيفاه. ستوب ستوب واه جميلة، سرت صوب سرت سرت وجد الشقاس هانتوما. واه صبروا قبلوا علينا وصبروا علينا والحمد لله وكل شيء الأجواء غادية زوينة. نحطوا شوية الفقار جغزال 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 مقوم. هانتوما سفيان عرفتي جغزال واخا لهبلتو ليا شويه العافيه ولكن لا لا ما لهبلتو ما والو جا همز زيناتو. انا جميله راه قسمتو معايا مسكينه ودابا ملي كتجي قلت لها جميله واش نجيب انا نجيب الفقاس اللي عطيتيني ولا تنجو جوع عندي تما ولا شي. قالت لي صافي على الشيء اللي كاين ننقدو به تما هذاك وما نهار عطاتو ليا عرفتي شحال اخذت منه جوج جابني جوج خلي صافي خليه معاه تنفطرو ما نبقاش ندير نزيد شي حاجه ودابا هو يتكركل في هاد الحقيقه يلا حطي راي يا سلام نحطي راي في البيسه صافي. لا ما توكليش الادب توكلها ليهم ما توكلوهاش لا خليناها ليهم ونعموها يوكلوها ويعشوها دابا تا غنجا الله يربي على العصا واحد لا واحد العصا كانوا عندنا زوين ديال هاد الكاميرا صيفطناهم للمغرب وقعدنا حنايا نروح على ريشبون ريشبون تاع الصافي غزاله يا سلام اييه درناها لكم بالضحك. كاين شي بنات اللي علقوا علينا ما كنستافدوا منكم والو علاش درتوها بحال هكا علاش هكا حنايا خوتي راه كلشي تيعرف بحال انا نقول انا نقول لك اختي من هاد المنبر انا الحمد لله تا واحد الاخت عيطت ليا وقالت لي داكشي عندكم دار زوين واختك دارت فقاس عجبني ودرتو وباقي هو قالت لي قالت لي قالت لي عجبني عيطت لي حنا راه كل هاد ريشبون كلشي تيعرفها حنا تنديرو معاكم الاجواء بالفكاهيه ديال الفكاهيه تنضحكوا معاكم وتنضحكوا معاكم من قلوبنا وحق ربي لمن قلوبنا درناها بالضحك وباللعب وخوتي شجعوا المحتوى البسيط العادي ديال الضحك ديال النشاط ديال ماشي غير الوقت اللي يكون مثلا هذا مريض هذا راكم تدخلوا تفرجوا ولكن هذاك الفيديو تا هو راه زوين وتبارك الله فيه الضحك والنشاط وفيه كل شيء ما تبغوش يعني كنشوف بان كتميلوا الناس اصلا كيميلوا البوز كيميلوا للحوايج اللي اوفر حنا كنشوف حنا كنشوفوا خوتي بحال هذا الفيديو عائلي وزوين الناس كيقولوا اشنو نستافدوا منكم كتستافدوا الاخوه كتستافدوا العلاقه الزوينه كتستافدوا التلاحم كتستافدوا حنايا كنربيو وليداتنا بداك الشيء اللي كتب الله بالبساطه بالقناعه داكشي اللي كتب الله هادشي راه هو زوين. سفيان السلام عليكم بابي دات لي طاس سفيان سفيان مبروك العيد مبروك العيد راه شتي العزيز عنقي عنقي راه انا اختارك انا اختارك زمانك انا اختارك زمانك يضربوك لا راه يقول لك عيب من المسكين لا ما عيبش 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 هاني ولدي انا شوفي شاف جميله دي عندك عندك عبد الرزاق ولدي جا عنا قنيانه. ها ياسين ها ياسين الحليوه ديالي ها ياسين ياسين ديك دارك شاخ اللي عندها راجلها الله يخلي ليها الله يخليها واللي عنده مرتو ني الله يخليها ليه يتهلا فيها يا والراجل رهيبه في الدار ومبروك ان شاء الله سميره العيد ديالها الاول ان شاء الله تكبر الصحه والسلامه وطول العمر راه بنيتكم تاو عندك عيشة ها يا خويا راه بنيتكم تاو نتوما لابسه لي الكسوه قلت السلام عليكم لابسه لي الكسوه السلام عليكم السلام عليكم بسم الله بسم الله وانتم اخوتي ها حنايا عيدنا عيدنا نرحبوا بكم تاتوما اييه وكنحدوا عليكم تاتوما مبروك عواشركم مبروك عواشركم تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بصحه وسلامه والله يحفظكم والله يكثر خيركم الله يحفظكم ويكثر خيركم والله يشافي المريض الله يشافي المريض والله يشافي يا مسكين الله يشافي الله يشافيه بزاف بزاف رحنا العيد رمضان وبلادين واجواء وغنمشيو عندو تا هو مسكين ضروري وهذه الدنيا هذه الدنيا تا واحد ما يبغي نهار كيكون عندك شي حد مريض راه انت كتكوني مريضه
ولكن غيكون خير ان شاء الله، غيكون خير. شحال من واحد مسكين راه مينتو نعس عليه في السبيطار الله يشافيها ليه، شحال من واحد خوه مسكين مريض في العواشر. انتم الكيكه اللي دارت الحمد لله، اللهم لك الحمد. الكيكه اللي دارت جيهان اللي جات مع الله مرحبا بها، الحمد لله بالزينات. الحمد لله يا رب. الكيكه اللي دارت جيهان جيب جميله. وهانتم الميزه ديالي حتى انا اليوم ان شاء الله نتصور بها انا وليداتي، باش تصويره زوينه بلديه وزوينه. هانتوما مع خميسه والحلاوي تبارك الله، والله الا هاد الحلاوي جميله مسكينه، الله يجازيها. هي سبب هاد الحلاوي ما جات عليا، ما انا جاو علم جات عليا فطرتها كومير. ها انتم الفقاص جا غزال وحلوه الريش. واحد السيد عيط ليا، عيط ليا واحد السيده قالت لي والله الا خطك تبارك الله تبغى ديري لي داك الحاجه ديرها ديرها. اجي 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 عويسك مبروكة. الله يبارك فيك حبيبتي، ان شاء الله بخير والله. السلام عليكم. بالصحة والسلامة. وسلم على المشاهدين. السلام عليكم المشاهدين الكرام. شوف كلشي ديال جنين. الحمد لله. سالوت فينا؟ انت اللي عطيتك السالوت ديال. مين عطاك؟ مش كيدير مش انا حلت لك. ها جيهان جات. السلام عليكم كديري لاباس كلشي مزيان؟ نعم. كلشي بخير؟ مبروك العيد ومبروك عليكم كاملين، تعيدوا تعاودوا ونهار كبير ونهار مبروك. جيهان تبارك الله ومشي مش جيهان تبارك الله معيدة ومصاص اخويتي شهر ولا كان واجد لي خويتي ما تبارك الله جيهان لله جيهان جات غزالة. ها انت واش هاد شوفي الميسه كي دايره خديت هذا منشئين الصندالة والصاق يا غير عادك اساعي غير حاجه العارضه العارضه ديالنا تبارك الله. عندك جميله وجيهان جمع العارضه. اييه هانتوما لا لا الزيف كحل الصنايد ديالها كحله فيتك صندوق الزيف كحل. اييه الصنايد ديالها كحله جات واعره وهذا جات في هذا اللون ما نقولش رمغوص فرنسي جا معها واعره لا ماشي كيف يدير هذا اللون موف لا لا ماشي لا راه انتم عرفتوني كي هو فونسي غوز فونسي غوز فونسي غوز داخل مع شوية الحلوة ايوا تبارك الله دارت مع القيل هذا اييه هانتوما جاكيتي هاد الدوله لا باقي الودني باقي معاها هايتي طفلة عندي كرب اييه مبروك عليك وانتم جميلة تبارك الله هانتوما جميلة كسيتها غزالة سوا خميسة سوا بلدية وخميسة خميسات الصيف في الحجري والوليدات هما لبسنا هاد الدندورات هي الوليدات ها هما خلينا نساهين دوينا مش على الوليدات ياسين ياسين البليغة البليغة وهادي في البوس وياسين تا هو الدندورة اييه وهذه الحمه ديال الحمار الساميه حتى هي لها الحمر الساميه خوتي لها الحمر ايوا ايوا خوتي ودابا بصحتنا وبصحتكم بسم الله جاوب لك قولي لها ديجا من الميدا حداك بسم الله يا ربي والله الا ما جاناش الجوع هاد الصباح ما قلنا كيعيطوا لك الجوع والضفار لا لا اه واحد هذه ما كديتش عليها داكشي على سكنتي ما كدي الا هذا البارح هادي ما كديتش عليها دار مع هي دار هي تا خوتي راها طايحه عليا تا ما نشكو عليكم فهاد الصباح دابا تشوف الفيديو ديالي صافي بارك الله انا عارفه انا عارفه انا عارفه نشوف كيف نعرف كي جات الصندال ديال زوينه بمناسبه العيد ان شاء الله يبرى لينا يا ان شاء الله ويجي حدانا هنايا حيتاش كانت بلاصه هي هذيك دعوا معنا كاملين نصوا على ديك البلاصه وحنا عاملين الله يشافيها غادي يرجع هذه ديره قلقه بزاف خاصها تقول في راسها دير امان في البيت راه باقي كيشوف وباقي بالجيلات وباقي بعينيه وباقي بكلشي ان شاء الله يدير ويرجع صح هي كلشي غير طونسيو وراكم عارفين طونسيو واعر خوتي طونسيو طيح الحمد لله واللي كيقول راه ما جاتوش الجلطه راه ما جاتوش الجلطه راه ما جاتوش الجلطه لا لا اتقوا الله اتقوا الله راجل مريض راه جاي 15 يوم في السبيطار راجل مريض جوج سيمانات داد عاد كذب عليكم جميله عاد كذب عليكم نسعه عاد الصح ما غيرش عليكم ايام راه تضرب خطرتي على الزهر خطرات ويتكبدني الدم في المخ دريكي هاو
ديال التركه. ها بزاف يشرح لكم شنو. الطبيبه عاودت لي كلشي. قالت لك جاتو الاولى وجات الثانيه هذه يمكن الثالثه. حفظ الله كان كون دابا هذيك الطيحه اللي طاح فيها وغير غيطيح في الكوما. والكوما غادي يولي يقول لك ثاني عاود هو ما تصارش كيقولوا. الا طاح في الكوما طاح في الكوما. اما يطيح في الكوما اما يموت. ولكن غيولي ميت. واحد في الدماغ ديالو ميت في الدماغ وحي في القلب. القلب حي هذاك وعلاش ما بغيناش؟ ولكن حفظ الله حفظ الله هذه تنبيه من عند الله سبحانه باش يفيق براسو يفيق ويشرب دواه ويحيد الملح ويعيش طابت الاولى خفيفه كيما كيجمعوا لها والثانيه خفيفه وحنا ما حاسينش وهو ما حاش لا مزه كنقول لي راجل ما بقاش يديه كما كان ومشيته ما بقاتش كما كان انا شفتو في الفيديو المشي ديالو كي ولات وتنقول لي علاش تقولها لي انا اجي نقول لها نقول لها جميل نقول علاش وليتي هكا انا ما مزيان انا مزيان هو يبدا يدير لنا انا السرك مزه يمكن نقولوا راه زعما من الكبر ولكن هو ما كبرش في ديك الدرجه امي انا راها يعني حتى هو يعني حتى هي مريضه وحتى هي ولكن راه ما كتمشيش بحال المشي ديالهم يدي تنحس انا لاحظت ديال سفيان ياسين انا طلعت ديال صباعو مابقاوش كيجمعو مابقاوش صباعو مقادين ولات يدو بحال دايره شويه وتنقول لي وما تيبقاش يمشي ليا الطبيب راه كاع الناس اللي تلاقاو معايا قالوا لي درتي اجر اللي خطفتيه وديتيه للسبيطار دغيا ما كانش باغي يمشي قالوا لي تبقاي تشوفي بيه كان عليا نمشي نهار السبت هذيك الساعة مش هذيك الساعة ولكن ما عرفتش ولكن انه ما عرفتش وهو ما بغاش يمشي قالت لي يمشي للسبيطار ما بغاش هو العدو ديالو في الدنيا هو السبيطار حيتاش انا جبت الماما قلت لها ايدو عاود قالت لي لا ايدو ديما كتقولي وعندهم اخواتي احنا دوزين معاكم العيد يلا بسم الله عليكم هذه الحلوى عبد الرزاق شنو بعتيها؟ الله الخير موجود ما تقدرش تسبوعات تشدو الدنيا